السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. بهذا الفيديو القصير المفرح حقيقة أستعرض وإياكم كلمة أو زيارة المنتخب العراقي لضريح الإمام علي عليه السلام، وأيضا كلمة المدرب كاساس بخصوص الجمال والجمال المعماري والجانب المعماري اللي شافه في النجف الأشرف. لكن قبل كل شيء أقول إنه تصوروا إن الشخص حتى إيش قد ما كان تعبان، والله أنا أشتغل يعني تقريبا من 10 الصبح إلى 6 إلى 7 بالليل، لكن مع ذلك لما شفت هذا الفيديو المفرح والله العلي العظيم ولا كأنما يوجد تعب إطلاقا ونهائيا. نعم، هوية الشيعة هوية التشيع هو علي بن أبي طالب عليه السلام. فلما أشوف ضرغام إسماعيل والأخوة اللاعبين لما أشوفهم يقبلوا الشباك الشريف الشباك الطاهر، بالتأكيد هذا الشيء مفرح جدا. خلينا نستمع وإياكم بماذا قال أو ماذا قال المدرب كاساس بخصوص هذه الزيارة، حيث يقول: قبل عملي مدربا للمنتخب العراقي اطلعت على تاريخ العراق، ومن ضمن ما اطلعت عليه هو شخصية علي بن أبي طالب، ولكن لما دخلت فوجئت بجمال البناء وكمال المعمارية والزخارف التي نقشت. خلينا نشوف هذا المقطع الفيديو القصير وخليكم واستمتعوا وشاهدوا هذه اللقطات المفرحة، وفي أمان الله. Sí, porque había leído durante el... Cuando uno llega a un país intenta informarse de todo lo que había y conocía esta ciudad y lo que suponía, pero me ha impresionado mucho más verlo de cerca. عندما قررت المجيء للعراق للعمل قرأت عن العديد من الأشياء في العراق وقرأت عن الإمام علي، ولكن اليوم اندهشت لما شاهدته، مكان رائع.